طب احنا دلوقتي عايزين نطبق الكلام ده على بارتيكولار ابلكيشن زي مثلا البرين ايميجنج. لما ببص على البرين ايميجنج هلاقي ان الوايت ماتر بتبقى اولموست كلها فات، لان هي دي بتمثل الاكسونز بتاعت المايلينيتد اكسونز بتاعت النيورونز الموجوده في البرين. الجراي ماتر دي بتبقى السيل بوديز بتاعت النيورونز، فبتبقى ممكن اعتبر انها سوليد تيشوز هي السيل بوديز نفسها. السي اس اف بتبقى مور اور ليس شبه الاتش 2 او. اوكي، لو احنا خدنا الاكزاكت فاليوز بتاعتنا بتاعت التي 1 والتي 2 والكونسنتريشن بتاع الهيدروجين في كل واحد من الثلاث مواد دول، هلاقي عندي بيسكلي في اختلافات. لو انا مثلا بقارن بين الجراي ماتر والوايت ماتر، هلاقي ده 510 وده 600 760، في فرق هنا حوالي 250 مثلا. اوكي، في حين ان انا عندي هنا تي 2 الفرق صغير جدا، وبرضو الان اوف اتش اللي هو الكونسنتريشن بتاع الهيدروجين نيوكلياي هلاقي ان هو برضو فرق صغير. فمعنى كده ان انا هنا لو عملت تي 1 ويتنج او تي 1 كونتراست هشوف فرق بين الايه الوايت ماتر والجراي ماتر. الايديما لو عندي برين ايديما، لو عندي حته في البرين فيها يعني تورم مثلا، والتورم ده عباره عن فلويد اوكي، او في مثلا حاجه زي كيس يعني مليان فلويد جوه، ده بيبقى مختلف شويتين عن الاثنين دول. ولو كان عندي سي اس اف على الاجزاء اللي فيها سي اس اف جوه البرين هلاقي ان هي مختلفه تماما، في كونتراست عالي جدا بينها وبين الوايت ماتر والجراي ماتر. لو بتكلم برضو على التي 2 كونتراست، لا تي 2 كونتراست برضو نفس الحكايه، هلاقي نفس الكونتراست هنا برضو موجود بين الايديما وبين الوايت ماتر والجراي ماتر، ونفس الكلام بالنسبه للسي اس اف. بالنسبه للسي اس اف بيبقى اولموست ان اوف اتش بتاعتي بتعتبر الفاكتور بتاعي بيعتبر واحد، يعني اعلى تركيز للهيدروجين نيوكلياي موجود فيه لان ده عباره عن ميه تقريبا. الإديمة بتبقى فيها جزء كبير من الكونتنت بتاعها ميه، فلاقي برضو في فرق كبير بينها وبين الايه بين الوايت ماتر والجراي ماتر. الفرق ده احنا ممكن نبني على اساسه طريقه تصوير، يعني بمعنى لو انا بتكلم على ان اوف اتش، لو انا مش عايز لا 1 لا تي 2 كونتراست ولا تي 1 كونتراست، مش عايز اي كونتراست من دول، يبقى معنى كده الكونتراست اللي هيطلع لي في الصوره هو مبني على الفاليوز دي. فمعنى كده ان انا ممكن ان انا اشوف فرق بين الإديمة وبين الجراي ماتر وبين الوايت ماتر لو انا صورت ان اوف اتش، يعني لو بسمي ان هو يعني بروتون دنسيتي ايمجينج. اوكي، يعني مجرد بس ان انا بشوف الدنسيتي بتاعه الهيدروجين نيوكلياي واللي موجود عندي في التيشو بتاعي واصور على اساسها. والسي اس اف كده كده باين برضه باين. يعني انا لو جيت رسمت الكيرف بتاع التي 1 هلاقي الكيرف بتاع تي 1 بالشكل ده، ابطا حاجه ابطا حاجه هي السي اس اف، وبعد كده جراي ماتر، وبعد كده الوايت ماتر. لو بتكلم على الديكي، لو انا بتكلم على خدت تي ار معينه، تي ار معينه ما كانتش كبيره عشان ما الحقش اكون عملت ريكفري، وعملت بعد كده ديكي، هلاقي ان الجزء برضو بتاع السي اس اف ابطا حاجه. الوايت ماتر والجراي ماتر هما الاثنين بينزلوا بالريتس بتاعتهم اللي هي موجوده هنا، الفرق بينهم حوالي يعني 10 مللي سكندز، ودي تعتبر برضو ما هياش معقوله بس ما هياش كبيره قوي زي الفرق اللي موجود هنا في التي 1. لو انا خدت التي ار بتاعتي او التي اي بتاعتي هنا عند الصفر، هلاقي الفرق اللي هنا ده جاي لي اساسا من التي 1، هشوف فرق بين السي اس اف وبين الجراي ماتر وبين الوايت ماتر. لو انا خدت تي اي بقى هنا بعد فتره كده، هلاقي ان هما الثلاثه مش بعاد عن بعض، الكونتراست اللي كان عندي اولموست ضاع. اوكي، يعني هنا مثلا عند النقطه دي هلاقي ان الفاليو بتاعت الجراي ماتر هي نفسها الفاليو بتاعت الوايت ماتر، يعني هما الاثنين في السيجنال بتاعتهم تبقى زي بعض، فشوفوا الاثنين زي بعض وفي فرق صغير بينهم وبين السي اس اف. لو خدت هنا بقى، لو استنيت فتره طويله كفايه، هبتدي بقى يطلع لي الكونتراست اللي بيز على تي 2 يبقى احسن شويه، يبقى ايه يبان لي في فرق بين وايت ماتر والجراي ماتر والسي اس اف. نلاحظ حاجه مهمه قوي، لو انا خدت التي اي بتاعتي هنا في النقطه اللي عند تي اي بتساوي صفر، هشوف الوايت ماتر السيجنال بتاعته اعلى من الجراي ماتر، اعلى من السي اس اف. هنا بقى عند تي اي 3 هشوف بقى حاجه مختلفه تماما، هشوف السي اس اف اعلى حاجه، يعني هشوف السي اس اف لونه ابيض والجراي ماتر لونه جراي والوايت ماتر لونه اسود، يعني متخيلين الكونتراست اتعكس. فناخد بالنا ان احنا حسب اختيار التي ار والتي اي بتوعي انا ممكن الصوره بتاعتي تطلع لي بكذا شكل مختلفين تماما عن بعض، ودي الحقيقه ميزه كبيره جدا في الام ار اي، ان احنا نقدر نطلع بكذا كونتراست بحيث نساعد الدكتور ان هو يقدر يبص على الصوره بكذا شكل، وكذا شكل دول ممكن يبقى فيه حاجات تبان فيهم، يعني تبان في في في, في كونتراست معين ما تبانش في كونتراست تاني. واحده من المزايا الاساسيه ان انا فعلا بقدر اطلع سوفت تيشو كونتراست مش موجود في اي حته تانية، مش موجود في اي نوع من انواع الايمجنج موداليتيز تانية خالص. كل انواع الايمجنج موداليتيز تانية مور اور ليس احنا بنصور حاجه محدده وما نقدرش ان احنا نغير فيها. هنا لا،
هنا حسب الكونديشنز بتاعت الايمجينج انا ممكن اصور بيزد على الدنسي بتاعت البروتونز، اصور بيزد على تي 1 كونتراست يعني تي 2 كونتراست تي 2 ستار كونتراست، وبرضو اقدر اصور كومبينيشن من الحاجات دي. فطبعا احنا عندنا يعني امكانيات الحقيقه يعني رائعه الحقيقه، بحيث ان الدكتور يقدر ان هو يوصل لصوره فيها اعلى كونتراست بالنسبه للحاجه اللي عايز يبص عليها.